هلو جايز، بتشابتر 5 رح نكون عم نحكي عن applications. نحن already شفنا hardware وشفنا software واشتغلنا على كم application already بقلب هيدا الكورس، وهلأ رح نكون عم نتعلم زيادة عنهم. So what is an application or an application software? It's any program that gives the user the ability انه يعمل a specific task. في عنا General Purpose Application يلي مثل ما اسمهم بيدل بيخلونا بيخلوا اليوزر انه يعمل Common Tasks مثل Word، مثل Excel اللي قرادي شايفينهم، مثل Drawing، مثل Educational Programs. سو هلا رح نكون عم نشوف كل واحدة من ال 4 types of general purpose application software in detail. So أول شيء عنا ال productivity programs، تاني شيء ال media و graphic software، وآخر شيء internet based و home educational programs. So productivity programs شغلتهم إنه يسهلوا الشغل على اليوزر، مثل word، excel، presentation software مثل powerpoint، project management software، personal information management software مثل outlook. سو نحن اوريدي شفنا كم وحده من بيناتهم واشتغلنا عليهم، شفنا انه عندهم شيرد اوفيس انترفيس كلهم بيكون عندهم اياها تيسهلوا على اليوزر انه يفهم كيف يكون عم بيشتغل من دون ما يعوص على حاله. سو على بلاك بورد بقلب التشابتر في عندكم سلايدز عم بخبرونا عن كل وحده من هدول البروجرامز ان ديتيل. يو سمبلي هاف تو ريد ذم، ما في شيء تتحفظوه، لأنه بالنهاية هدول البروغرامز شغلتهم أنه يسهلوا الشغل، يعني مش أنه هالشيء العويس اللي لازم تكون حافظته، لا. وعندهم very easy user interface، so بس اقشع الشغلة بفهم شو بتعمل، أو مثل ما قلنا قبل أنه بس حط الكيرسر عليها بينكتب لي تحتها شو شغلتها وشو مفروض تعمل. تاني شيء من بعد productivity software في عنا Media and Graphic Software. So what is media? Media هي كلمة to refer to technology that represents pictures, sounds, video. Multimedia بيكون فيها أكثر من وحدة من هدول اللي أوريدي حكينا عنهم. So multimedia and graphic software programs include professional desktop publishing, paint, drawing, animation, 3D rendering, audio, نعمل videos. سو بما انه عم نشتغل بميديا وبمالتي ميديا اللي هن اكشولي تقال وبيكونوا السايزات كبار وفي عنا كواليتي بدنا نحكي عنها وكل هدول الاخبار، في عنا الكونسبت تبع كومبريشن وديكومبريشن ذات از امبورتنت يوزينج كودكس اللي هن الجوريزمز ذات ريدوس ذا فايل سايز كرمال شو ان اوردر to transfer it through the internet. يعني إذا أنا عملت صورة كتير كبيرة وبدي أبعتها لحدا تقدر يشوفها، لازم a certain algorithm يعمل لها compression عندي تنبعت لعند هيدا الشخص and then تقدر هو يشوفها high quality، لازم ينعمل لها decompression. شغلة تانية مهمة، لما أكون أنا عم بحضر فيديو أو فيلم أو حيالله شيء، عادة بيكون في أكثر من frame، يعني image per second، let's say 30 frames per second أو 25 frames per second. أنا عقلي ما أنه بحاجة يكون يشوف كل واحدة من هدول الفريمز هاي كواليتي، سو هون بالفيديو بيكون عم بيعمل كومبريشن لبعض الفريمز بشكل أنه عيني وعقلي ما يقشعوا الفرق بالكواليتي، بس بذات الوقت أقدر أحضرها على الإنترنت بلا ما تعمل بوفرينج 15,000 سنة. We have two types of compression. أول واحدة lossless compression والتاني واحدة lossy. So lossless does not delete، يعني it don't have any loss of information، تيرجع يصير عنا الإيمج من دون flaws. Lossy compression removes، يعني في عنا a certain loss of information، بس مثل ما قلنا already هيدا loss is not noticeable. So أنا كشخص عم بيحضر هيدا الفيديو اللي فيه lossy compression I won't notice إنه هيدا الشيء عم بيصير. كرمال الاوديو في كرمال الاوديو فيديو ان فاكت في عندي الاي في اي يلي هو مايكروسوفت كرييتد سبيسيفيكيشن فور باكجينج اوديو اند فيديو داتا انتو ا فايل. بالميديا كمان في عندي ديسكتوب ببلشينج بروجرامز شغلتهم تو كرييت نيوزليترز كاتالوجز بروشيرات دوكيومنتس، وبيكونوا عاده بحاجه لديزاين ولاي اوت معين يلي وورد ما بيعطينا اياه. بقلب البيتينج بروجرامز في عنا some paint programs وفي عنا
drawing programs. شو الفرق بيناتهم؟ ال paint programs they create a bitmapped image اللي نحن عادة بنسميها raster graphics، مثل ما لاحظتوا بهيدا الكار الزومد ان على المراية في pixels. So هيدا الصورة اللي هي raster based بتكون formed of pixels اللي هن small dots. If I zoom in بقشعن. عادة الفورماتس are GIF, JPEG, PNG, BMP, TIFF. وشو الفرق بين هدول different extensions؟ هي كيف عم بتصير الكمبريشن. سو إذا بتلاحظوا let's say أخذنا الجيف، في عنده lossless compression of simple images وبيستعملوه بالويب pages، whereas للJPEG في عنده lossy compression. سو كل وحدة حسب أنا لشو بدي كون عم بستعمل هيدا الإيمج كون عم بستعمل corresponding format، whereas the drawing programs بيسمحوا لي إنه أرسم using vector graphics. سو إذا نشوف بأول zoomed in image ما عندي pixels، ما عندي dots. It's very clear لأنه في عندي vectors، في عندي curves، في عندي math عم بينعمل calculations. سو قد ما عملت zoom وقد ما غيرت وقدت resize ما رح يصير عندي distortion. Other media software في عنا 3D rendering programs لجماعة CGA، وين في يكون عم بقشع، وحتى الانجينيرز بيستعملوا 3D programs والarchitects وهيك، بس انه CGA have a special place in my heart. ولما كنا عم بشتغل 3D في عندي specific techniques مثل ray tracing يلي شغلتها انه تعمل manipulation للvariation in color intensity حتى مثل ما اسمها بدل، يعني to trace the ray in order to create light. يعني إذا light is falling on a certain object وهو in 3D، يعني كأنه عم نخلق عالم كله virtual من أول وجديد in 3D. وهونيك الكاميرا بدها تمشي مثل ما الكاميرا بالحياة الطبيعية بتمشي، light بده يمشي كمان. So I am simulating the real world. Image editors شغلتهم not to create مثل ما كنا عم نشوف قبل بالpaint وبالdrawing، بس to edit pictures. This is an example of 3D software. Animation programs بيعطونا الـ ability إنه نخلق animation من images، نغير فيهم، نعمل editing. وآخر شيء يطلعنا animation بتنحضر كلها على بعضها. Audio software شغلتهم كمان إنه يسمحوا لنا نغير بالاوديو، let's say create tracks، نجمع tracks ببعض، نقطش track، حي الله شيء. والستاندرد ساوند فايل فورماتس ان MP3، WMA، Wave، Ogg Vorbis والميدي. سو هدول كمان فايل فورماتس نحن حكينا اوريدي قبل مره بواحد من التشابترز من زمان طويل انه كل فايل بيكون عنده a specific format we can't change the extension منه لوحدنا لأنه مننزع هيدا الفايل. So ذات الشيء هنا عم نشوف الفورماتس تبع all different types of media and multimedia things. Video editors شغلتون يسمحوا لنا نعمل editing ل specific video، وكمان بيطلع الفيديو بالآخر ب specific format. Multimedia authoring systems أكيد they require a large amount of disk space لأنه تقال، وأردي حلنا أنه ميديا لوحدة تقيل كيف إذا multimedia. In case I want to use some graphics أو some media بقلب web pages، في عند web page authoring programs في some examples هون، وشغلتهم أنه يساعدونا again to create web pages. هلا غير الميديا والمالتيميديا والبرودكتيفيتي اللي اوريدي شفناها، في عنا applications that work through and run from the internet مثل الويب hosted technology where you can share and collaborate مثل Google Docs. وهيك ساعتها إذا I am sharing مع شخص تاني they help to avoid the incompatibility. So إذا كل واحد منا عم يشتغل على version أو كل واحد منا بركة عنده operating system، هدول الويب hosted technologies بيجربوا إنه قد ما فيهم يزبطوا الcompatibility بين the different documents. بدي انتبه على شغلة، أنا عم بشتغل على الإنترنت في عندي some undesirable software
بفضل انه ما اتلاقى فيهم مثل سباي وير where they can spy on my activity. البوب-أوبس يلي ما ننعطول مش منيح هنا they are small window هيك بيظهر فجأة على your browser window in case كانوا حاملين مالوير أو شي منه منيح وكبست عليهم بالغلط it's not good بس ما ننعطول evil إذا بتكون البوب-أوبس. الادوير targets product of my interested كمان بمطرح من المطارح إنه في يكون عنا ads مش هيدا الشيء المميت بس إنه في some ads بيحملوا viruses some ads إنه خلاص بيتزا يعني إنه ما بدي أشوف هدول الادز قدامي so من هيك they're undesirable في نزل ad blocker simply. home and educational programs شغلتهم إنه يسهلوا لنا حياتنا من البيت وخاصة هلأ يعني نحنا بنعرف كتير منيح إنه بحاجة لهيك خبر مثل إذا I want to to prepare my taxes or my finances هلأ بلبنان ما بعرف إذا it's feasible كثير إنه نستعمل سوفتويرات لأنه ما حدا بيفهم شيء على الدولة بس إنه it is here. home design ولاندسكيبينج سوفتوير كرمال حتى زبط كيف بدي ديزاين بيتي كيف إذا بدي حط specific thing هون أو هونيك see how it might look قبل ما اشتريه. في عندي كمبيوتر جيمز اللي أوردي بتعرفوا كتير عنهم ويلي إنه كاسحين السوق بلشوا من سنة 1970 إنه إلهم كتير وقت الجيمز وبيطالوا كل الجندرز كل الأيجز وخاصة يعني هلأ كل العالم قاعدة بالبيت وعم تلعب. هلأ شفنا الابليكيشنز اللي هن إنه جنرال لكل العالم. إذا أنا بحاجة لا specific application تكون عم تعمل لي شغلة معينة أو لا specific business في يكون عم بطلب من حدا computer science أو حدا بيعمل application إنه يكون عم بيعمل لي tailor made application أكيد رح يكون it costs أكتر من general purpose applications لأنه عم بيعمل لي development specifically لإلي بس ساعتها بيصير عندي application عم تخلص للأمور يلي أنا بحاجة لإلها وتسهل لي حياتي. هلأ في عندي custom packages و custom software و packaged software. شو الفرق بيناتهم؟ custom software developed for a user specific needs they are necessary when an application مانا available بالسوق لكل العالم whereas packaged software بيكونوا developed للماس ماركت يلي هي كلنا. هلأ في عندي 3 types of program. في عندي الستاندالون program الانتجريتد والسوفتوير سوت. الستاندالون هو كل self-contained على آخر يعني لما بدي أكون عم نزله وعمل له installation فيه اشتري ونزله separately مش ضروري ينزل شي تاني معه it functions by itself منها لحالها. هلأ disadvantage انه عم تاخد lot of space لإلا بس it's not sharing the space مع anyone else and this is a disadvantage in case I have a limited space. Integrated programs مثل ما اسمها بيدل بيكون عندنا single program فيه بقلبه the most commonly used functions تبع many productivity يعني مثل Microsoft Works. So في عندنا functions عندهم ذات الانترفيس بس اكيد already مثل ما قلنا it combines the most commonly used functions يعني it is limited ما عندك كل الفانكشنز. And finally we have the software suite مثل office suite اللي هو a bundle of standalone programs بس بذات الوقت they share common code drivers و graphic libraries. In case أنا بدي يكون عم بشتغل على a certain program في عندي system requirements اللي هو ال outline of the minimal level of resources يلي هيدا البروغرام بحاجة لإله. وقت يكون عندي a release of a program بيكون عندي a specific version number يعني let's say في عندي program تعمل games Unity أي release هيدا 5 إذا عملوا maintenance release بس ما كان هالrelease الهيوج كيف بيبين هيدا الشيء؟ بيكون في عندي a decimal number دغري من بعد ال version number يعني بيكون عندي Unity 5.1 Unity 5.2 Unity 5.2.1 يعني بيكونوا لقيوا bugs أو شي صغار بدون يكونوا عم بيغيروا فيهم وساعتها ما بتكون a big release بس بيكون a maintenance release.
في كتير سوفتويرات بيعطوني a time limited trial version قبل ما أكون عم بشتري السوفتوير، وفي كمان beta versions. البيتا فيرجن هي بس ما يكون السوفتوير خلص ونزل للبوبليك، بيكون بعده بالتستينج ستيجز، بس بالفاينل تستينج ستيجز، سو they can users can access it for free. وبلس انه هذا الشيء بيساعد يلي عم بيعملوا هيدا السوفتوير انه من وراء الكوماندز تبع اليوزرز يلي استعملوهم، كثير بيستعملوها بالجيمز، سو بيكون عندنا بيتا تستر، سو قبل ما تكون نزلت الجيم كومبليتلي في أشخاص بيصيروا يلعبوها وبيجربوها، وإذا في bugs بيخبروا البروغرامرز عنهم. أكيد it's very important to upgrade your software لأنه ما في شيء يعني بيضلوا مثل ما هو، تكنولوجي عم تقطع وعم تتطور يوم بعد يوم، من هيك it's important to keep your software up to date. وفيكن تشوفوا هذا الشيء على الإنترنت in case نزلت version جديدة أو تشتروها in stores. وكل السوفتوير أو ثلاثة أرباعهم يعني، بس مبدئياً مفروض كلهم يكون عندهم documentation، so أنا أفهم كيف بيشتغل هالسوفتوير، يكون عندي readme files, help files وtutorials عن الموضوع. software license بتخليني أنه أعمل install للبروغرام على كمبيوتر واحد. site license في أعمل install لcopies من هيدا البروغرام على كمان a specific number of computers. In case أنا كنت عم بستعمل software بالtrial mode بدي أوصل لمطرح I have to validate the software. شو يعني validate my software؟ يعني بيكون عندي specific code أو product key بحطه بقلب السوفتوير حتى أقدر كفي أنه استعمله. commercial software مثل ما اسمه بدل يعني لازم نشتري. معقول يكون عنده period time period of trial ومعقول أنه لا. الshareware you may try before purchasing. الfreeware كمان هدول النوشنز هيك صغار وسريعين وعادة اسمهم بدل شو هن، it's free. public domain software بيكون copyright free software واليوزرز can sell it و plus can modify it. copy protected software بيكون في عنا internal process جواته بيمنعنا انه نعمل unauthorized copies. whenever you install you move the software to the hard disk وفي عندكم configurations لازم ينعملوا حتى يمشي فعليا. uninstalling برجع بشيله من الهارد ديسك. launching لما مشي، وقرد نحن حكيان انه لما بده يمشي بروجرام، لما بده يدور ويقلع رح ينتقل من الهارد ديسك على الميموري اللي هي عادة بتهدي البروجرام حتى يكون عم يمشي. إذا بدي غير إشياء بالبروغرام بيكون عندي specific options وفي defaults يلي هن already بيجوا هيك خالصين جاهزين، في أبقى غيرهم أكيد. في بروغرامات بيجي عندهم options of auto save أو auto recover in case software عمل crash، بيكون بمطرح من المطارح عم يعمل save كل شوى هيدا software كرمال to recover my work وما يضيع كل شيء. exiting very deep definition, it's whenever you quit or you close down an application. So مبدئياً هذا كل شيء بخصوص هذا الchapter. Thank you guys.